السلام عليكم، اخباركم ايه؟ منورين معايا دايما هنا في اليوتيوب، بسعد بيكم في كل وقت وفي كل الاوان. يا مرحب ويا مرحب ويا اهلا بمن يشارك دايما معانا هنا في اليوتيوب. الحمد لله، يعني نقترب من 100,000 بفضل منكم وفضل طبعا من قبلكم، يعني ربنا سبحانه وتعالى. بسعد دايما بالزيادات اليومية اللي بتحصل ليه هنا في الاشتراكات، وعشان كده دايما في البداية بأؤكد على الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وزي بلادنا شك فضلا منكم وليس أمرا مني، واللايك اللايك اللايك وما أحلى من اللايك. انتوا تابعتوا طبعا امبارح تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ، بقى تصريحات بالنسبة لي تنم عن الخوف بأمانة، لأن الزمالك حتى اللحظة منافس. الزمالك كان السنتين ثلاثة اللي فاتوا كان بيجي يريح الأهلي كده في كام أسبوع يخلص على نفسه فالأهلي يبقى مرتاح. السنة دي الزمالك لسبب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى مستمر، يمكن عشان يعني تعويض على المشاكل الإدارية اللي حصلت في النادي، فربنا سبحانه وتعالى سايب لسه المنافسة مستمرة وشرسة وقوية جدا، بالعكس قد يتحصل نادي الزمالك على الدوش. طيب، التصريحات بتاعت الكابتن سيد بتاع ان النادي الاهلي متبقي له 9 مباريات ونادي الزمالك نسله 7 ضربات جزاء، في اسقاط شديد السخافة على الحكام وان الحكام هم اللي بيفوزوا الزمالك، وشديد السخافة في حق نادي الزمالك، وهذه التصريحات يجب أن يتوقف عندها مسؤول النادي الأهلي إن كانوا يبحثوا عن مبدأ الروح الرياضية. إن كنت أشك إن في جزء من أعتقد إن في جزء كبير قوي من جمهور النادي الأهلي لا يؤمن بالروح الرياضية، ومنهم الكابتن سيد عبد الحفيظ. سيبك من اللي بيقعد يقوله، وأنا متأكد إن هو يتصنع وإن طبعه اللي هو بيقوله ده بيغلب تطبعه اللي هو بتاع الحاجات دي. ف كابتن سعيد طلع يتكلم على ايه يا جدعان؟ على 7 ضربات جزاء. 7 ضربات جزاء، الحقيقة انه خلاص النادي الاهلي ومسؤوليه بقوا مؤمنين بنظرية المؤامرة. مش عاوز اهلاوي بقى يسخر من اي زملكاوي يرى ان في مؤامرة ضده، لان الكابتن سعيد عبد الحفيظ بالتصريحات اللي قالها امبارح دي تشير وتؤكد وتوضح الى احساسهم بان هناك في مؤامرة، لان الزمالك ياخد الدوري 7 ضربات جزاء مش 7 مباريات، يعني ازاي بيفوز بالحكام؟ لا، مش كنتوا برضو يا كباتن يا اهلاويه كبار تسخروا من ان الزمالك او جمهور او جزء كبير والجمهور ازاي بيقول لك الاهلي بيفوز بالحكام، وان البطولات مش عارف من ال 42 في 12 طايرين حكام حاجات كده، وتسخروا وتقولوا المهم ان في بطولات. دلوقتي الكابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم عن التحكيم ويسخر من التحكيم ويسفه من قيمة نادي الزمالك ويقلل من ان نادي الزمالك بيفوز بالمجهود، لا بيفوز بالتحكيم، ويكون صريح. والاخ المراسل ما يردش عليه، والاخوة اللي قاعدين في الاستوديو صم بكم عمش، مفيش واحد يلفت انتباهه ان هذا اثارة للفتنة، وهذا الكلام قد يعني يؤزم الامور. ليه؟ لانك انت بتتهم الحكام بشكل واضح بانهم هم اللي بيخليوا الزمالك يفوزوا، وكان ضربات الجزاء اللي تحصل عليها نادي الزمالك وهو من اعلى الانديه على فكره تحصل على ضربات جزاء من الحكام متواطئين. تواطؤ، هو الكابتن مؤمن بكده لانهم يقول لك 7 ضربات جزاء، يعني مؤمن ان في ضربات جزاء هتيجي للزمالك، وان الزمالك لا يفوز الا بضربات الجزاء، وان الزمالك وان الزمالك وان الزمالك، لان النادي الاهلي بس اللي بيفوز من غير ضربات جزاء، مع انه مثلا النادي الاهلي تقدم امبارح على الاتحاد بضربه جزاء والحكم ما طردش محمد هاني. يا كابتن سيد ما سمعناش حسك ولا صوتك في ان الحكم محمد معروف ده ظلم نادي الانتاج الحربي زي ما هو ظلمكم في المحله. ازاي العدل والمساواه فين يا كابتن سيد؟ انت بتتكلم على الجونه وبتتكلمش على الانتاج الحربي كنت بتلعبه؟ دي الاخلاق والمبادئ، دي الاخلاق ومبادئ النادي الاهلي، ان انت بتبقى شايف ظلم قصاد عينك وما تعترضش.
ولا عشان انت كنادي اهلي مستفيد يبقى ينحرق اللي ينحرقه ويتظلم اللي يتظلمه، المهم ان انا مستفيد. عشان كده الروح الرياضيه عند الكابتن سيد مش كبير. وبعدين الكابتن سيد بيعمل ده قال يعني هيجر بقى مسؤولين نادي الزمالك انه يردوا، اللي موجودين دول هيردوا ولا هيفتحوا بقه عندهم اللي فيهم وقاعدين يشتغلوا على الحاجات وانت عايز تجرهم، هم اهم حاجه عندهم ياخدوا الدوري منك من النادي الاهلي، وبالتالي هيشتغلوا في هدوء تام مش هيردوا على تصريحاتك، وانت هتقعد ايه تهاتي كده زي علاء مرسي. عارفين كلمه الكابتن علاء الاستاذ الفنان علاء مرسي بنهاتف مش عارف ايه، اهو الكابتن سيد هيقعد يهاتف الهوا كده، واداره الزمالك مش هترد. ممكن بقى انا غيري نرد يعني، لكن هو مش هيرد، هم مش هيردوا. في نفس الوقت لانه احساس الرعب بدا يزداد، مش عارف ليه ده النادي الاهلي لو يا سيدي لو فاز كل مبارياته هياخد الدوري، حتى لو زاد فاز الوقت كلها بفرق مواجهات مباشره، وحتى لو بغير مواجهات مباشره فرق الاهداف ممكن يبقى لصالح النادي الاهلي برضه. فانت قلقان من ايه يا كابتن سيد؟ اهدى كده يا كابتن سيد، لسه اللي جاي في حاجات كتيره جايه. عشان كده النادي الاهلي بيسرب اخبار عن طريق اصدقاء زملاء، يعني بيقول ايه بقى ده تاكيد للرعب، انه الاهلي متفق مع احمد مجاهد على انه يلعب 3 مباريات بس دون لعيبه المنتخب الاولمبي. يعني احمد مجاهد هما بيقولوا كده، ان احمد مجاهد ده اشاره يعني للكلام، ان احمد مجاهد متفق مع اداره النادي الاهلي على ان في 3 مباريات فقط هيتلعبهم النادي الاهلي دون لعيبه المنتخب الاولمبي. حلو، يعني اتحاد الكوره بيقول لكم ان المنتخب هيخرج من الدور الاول، ما هو الدور قسمت اخر مباراه الثالثه بالنسبه لك ماتش الاسوان يوم الخميس، يوم الاربع المنتخب هيخرج يجي لعيبكم بقى، تجيب اللعيبه بتوعك جايين من اليابان يلعبوا. فانت بتقول لا، اما المنتخب يخرج، مصلحه النادي اهم على فكره من المنتخب، وما تقوليش احنا بعتناه، اصل لو بعتناهم ما تسيبهم يكملوا الاخر يمكن ياخدوا ميداليه. لكن لا، شوف بقى يقول لك ايه، انا مش هتكلم على المنتخب، يستمر المنتخب ويوصل لكن انا ما العبش مبارياتي. يا راجل نعطل الدوري ونعطل كل حاجه عشان النادي الاهلي، انتوا عارفين كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ عشان هو النادي الاهلي عاوز الزمالك يلعب ماتش اسوان، وتكافؤ الفرص بتاع اسوان مع البنك الاهلي ودجله ينحمي في 60 سلامه، ما يهمش النادي الاهلي من اساسه. يا لا مال انا؟ المهم الفريق ده، وان ده هيضع ضغوط على نادي الزمالك، وانه كل القصه دي قاعد يلوي دراع احمد مجاهد، واحمد مجاهد هيتقبل لوي دراع. خلي بالكم اكاد اقسم بالله ان لو المنتخب الاولمبي استمر ماتش الزمالك هيتلعب بتاع اسوان، واذا خرج المنتخب ممكن ما يتلعبش، النادي الاهلي هيبقى مضطر انه يعمل ايه؟ طيب ما هو القرار في الاخر اتحاد الكوره، لكن التوازنات واللعبه اللي بيلعبها الكابتن مجاهد هتخليه ان هو ممكن يجبر الزمالك واسوان على انهم الاثنين رافضين. ومع ذلك ارجع تاني واقول، حتى ولو الزمالك عمل داير ما يدور يلف العالم اجمع يا كابتن سيد، الكره في ايديك انت، في ايد الاهلي، فوز يا سيدي. انت تعب نفسك بالزمالك ليه؟ ارح اعصابك، هدئ من روعك يا كابتن سيد، الموضوع لا يستحق. انتوا عندكم 42 43 ولا 45 انا عارف كام دوري معدي عندكم، يعني هدي اعصابك، تسخ بطوط افريقي هو بتاع التاب والمنافسه المنافسه، وتقول للجمهور الاهلي لازم تتعاملوا ان احنا ابطال الدوري، ماشي مفيش مشكله. اعتقد المجموعه اللي انت كنت ميال ليها في السياسه زمان طلع برضو الرمز بتاعه ومسؤول عنهم قبل اعلان الانتخابات وقال لك احنا فزنا بالانتخابات الرئاسه. فانت دلوقتي تقول لجمهور النادي الاهلي احنا فايزين بالدوري، ما حدش يقول لكم غير كده، ما حدش يقول لكم غير كده، احنا فايزين بالدوري. لا انتوا لسه ما فزتوش بالدوري، على الورق انتوا متقدمين وعندكم فرصه اكبر من نادي الزمالك، لكن في الحقيقه لسه. ما ينفعش تحكم، انت مش تعرف الغيب يا كابتن سيد، وبلاش المشاعر الخاصه القديمه دي اللي انا مش عايز اتكلم فيها تبقى بتطل عليك، تطل عليك يعني. طبعا اكتر واحد هيدعمك ويقف في ظهرك والكلام ده بالظبط هو علاء صادق، والله علاء صادق هتلاقيه بيجي وراك بالمشوار كل ما تقول اه هو دوت هو واعظم واعمل حاجات كده. فالرعب في النادي الاهلي دلوقتي يزداد، اه والله العظيم بحلف بالله، شوف حلفان بالله انهم خايفين ومرعوبين،
وعشان كده سبب حفيظ بيعمل ده. ولا عاوز اقول لكم ان نادي الزمالك لا هيروح ولا هيجي في الكلام مع كابتن سيد ولا هيعلق. وسيبك من الكلام بتاع كابتن حسين ده، كابتن حسين السيد اللي قاله ده كلام عادي مش خناقه زي بتاعه زمان، وهو عارف قوي كويس لو كان مش مرتضى منصور هو اللي موجود وسمع كلمه سبع ضربات جزاء كان عامل ايه، وكان الدنيا راحت. لكن الناس بقى الاهلاويه، وده اللي يغيظ، ان في كتير نسيوا تماما ان النادي الاهلي كان مهترئ المستوى، ضعيف، كان مهزوم. ولولا ضعف لعيبه المستوى، لعيبه الانتاج وملياقتهم البدنيه، ما كانش النادي الاهلي فاز امبارح. بالمناسبه سيبكم بقى من اداهم 20 نقطه او اديهم 20 دقيقه او تضاف خالص، لو كان اللياقه البدنيه تسمح والمهاره تسمح عند الانتاج ما كانوش فازوا نهائي. فالجمهور الاهلي ينسى الكلام ده خالص ويبدا يقول لك الزمالك وسبع ضربات جزاء بيتوهوا مين؟ ماشي توهوا بعض مش فارقه معايا. نروح بقى على الزمالك. اوكي قبل ما نروح على الزمالك لا تنسوا اشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات، وزي ما قلنا ده شيء فضلا منكم وليس امرا مني. زي ما كنا في رعب في النادي الاهلي، تعالوا نروح لحرب في الزمالك. الزمالك وكابتن حسين لبيب، وانا معترض على هذا الامر لكن هم احرار، داخلين في حرب مع ساسي، فرجاني ساسي. يا سيدي ما خلاص ارفع قضيتك وخلاص، لكن هنروح بقى نشتكي والزمالك بيجهز ملف لشكوى النادي اللي هيتعاقد معاه فرجاني ساسي. ماشي، وايه المطالب؟ انه منع قيده، منع النادي ده من قيد اي لاعب بسبب انه تعاقد مع فرجاني في فتره وجوده وتعاقده مع نادي الزمالك. دي قضيه كبيره، هتاخد وتروح وتروح الاتحاد الدولي والزمالك راح يقدم شكوى واللاعب هتلاقيه هيقدم شكوى وحاجات زي كده، والزمالك عاوز يضم النادي الجديد في الشكوى عشان يكبر الحكايه. هو متوقع ان الدحيل، وبرضه الزمالك باداره الزمالك بتغلس يعني على اخونا فرجاني، خصوصا انهم دفعوا له كل فلوسه اللي على الورق. سيبك بقى من انه يروح يقول لا الضرايب ايه والعقوبات ايه والمش عارف مين ايه، ويعيشوا ويدوا مع بعض في، وممكن يعاقب فرجاني ويدفع فلوس لنادي الزمالك، ممكن الزمالك يعاقب ويدفع فلوس ليه الله اعلم. لكن في موضوع الضرايب صعب والعقوبات صعب ان الزمالك يدفع فلوس، لان في ورق في دلائل. هيقول ايه بقى اخونا فرجاني؟ دي قصته. لكن الزمالك مستمر في حربه ضد فرجاني سيس، وده بالنسبه لي كان ملوش لازمه، كان لازم يتوقف والامور تهدا وما يبقاش فيه الحاله الشديده من الرغبه في الخلاف دوت. دي وجهه نظري. قبل ما نروح بقى لصفقتين، الزمالك بيقترب من صفقتين، تعالوا نروح نعرف هو مين اللاعب اللي وقع لنادي الزمالك وينتظر اتفاق نادي الزمالك مع ناديه. اه والله. طب تعالوا مين اللاعب ده؟ اللاعب ده وقع الموسم اللي فات، ايوه هو اللي انتوا قصدك عليه، هو عماد نبيل دونجا. كان موقع مع المستشار مرتضى منصور وامير مرتضى منصور، كان موقع معاهم عقد، وبعدين الاتفاق ما تمش بين الزمالك وقتها وبيراميدز وما جاش. وطبعا العقود القديمه قديمه، فالراجل جدد توقيعه مع مين؟ المره اللي فاتت كان مع المستشار مرتضى وامير مرتضى، دلوقتي مين؟ كابتن حسين السيد وكابتن فاروق جعفر. جدد تاني التوقيع على الانضمام لنادي الزمالك، ويتبقى نفس الامر موافقه نادي بيراميدز. اللي هنا بقى الامور مختلفه عن السنه اللي فاتت. ازاي؟ نادي بيراميدز محتاج حارس مرمى ومحتاج بعض المراكز من نادي الزمالك، هو عنده دفوات منها، فيها مركز المساك والباك الشمال. مين اللي عين بيراميدز عليهم؟ عينه على عبد الله جمعه، ويبدو ان عبد الله جمعه الامور صعبه استمراريه في الزمالك، واضح ان هو متفق بقى مع اخواتنا في بيراميدز او حاجه الله اعلى واعلم. ومحمد عبد الغني المساك، وهم يعني الاثنين روح واحده، عبد الله وعبد الغني روحهم روح واحده، اخوات انتيم، قصه كبيره جدا. فيبدو ان الاثنين دول ممكن يروحوا، ان كنت اشك ان محمد عبد الغني الزمالك هيوافق كده بسهوله يعني،
وده امر صعب ومحتاجه في الماتشات اللي جايه جدا، وانه يقعد يقول له خد وبتاع مفيش. لكن عبد الله ما بيلعبش، عبد الله جمعه ما بيلعبش، فممكن لو ما لعبش ما ياثرش الزمالك قوي في عدم وجوده. فلو حصل الاتفاق ماشي. فهو البيراميدز عاوز مين؟ عبد الله، وعاوز محمد عبد الغني، وعاوز حارس مرمى. الزمالك قال له خد محمد عواد. هو لسه عواد بيقول لا، ممكن يكون بيتدلع شويه على بيراميدز الله اعلم. لكن عواد لا، ان نادي الزمالك مش عاوز، وقعد يقول روح لا روح روح، يبقى مضطر يعني انه روح، مش هو غصب عن اداره النادي يعني. فاداره النادي عاوز عواد يروح بيراميدز، و بيراميدز عاوز عبد الله جمعه، والزمالك عاوز دونجا. يعني في صفقه تبادليه. اه ده في كلام بقى ان الزمالك عاوز ياخد تراوري ودونجا مقابل انهم ياخدوا، مقابل انه ياخد او ياخد دونجا وتراوري، ادي اتنين، ياخد انه ياخدوا عبد الله وعواد، ويضر مدخل الشر. لكن بيراميدز عاوز عبد الغني، واللي الزمالك لو انت عاوز حد تاني خد احمد ايمن منصور. ما اعرفش الكفة هتمشي ازاي والامور هتمشي ازاي في صفقة بيراميدز دي، لكن الحقيقة انه الزمالك توقع مع دونج للمرة التانية. خلاص دونج يعلن انه زملكاويته بشكل واضح، بشكل واضح يعلن زملكاويته واصراره على الوجود في نادي الزمالك. يا بقى اما يبقى معاه مهند ودونج وطارق، مية 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 مية. بمناسبة اما اخواتنا بتوع بيراميدز بيكلموا بتوع الزمالك، واضح جدا مين بتوع الزمالك، حسين السيد وفاروق جعفر، بيقولوا لهم على انهم عايزين محمد صبحي. فالزمالك قال لهم بشكل واضح محمد صبحي اعاره مش بيع، مفيش بيع خالص، اعاره مش بيع، لكن لو هتشتروا خدوا عواد. فانا ما اعرفش دلوقتي الامور ماشيه ازاي ورايحه فين فيما يخص مين صفقه بيراميدز. لكن المعلومة اليقينية اللي عندي ان دونجا وقع لنادي الزمالك على عقود انضمامه وتبقى موافقة بيراميدز واتفاق نادي الزمالك مع بيراميدز. نروح بقى للصفقة اللي انا شايفها الاهم دلوقتي. بعض الناس غضبانة من مستوى كريم العراقي في المنتخب الاولمبي، ماشي مفيش مشكلة، لكن لاعب ليه مستقبل، لاعب مميز جدا زي فتوح، وان يبقى الزمالك عنده كريم العراقي باك يمين واحمد فتوح باك شمال، يعني جناحات المنتخب. كريم فؤاد مش مزعج ولا هينافس كريم العراقي كتير، سيبك من اقتناعات الكابتن شوقي غريب دي قصه تانية، لكن كريم العراقي مفيش مانع عنده، قلت لكم الحكايه دي، من انه يبقى موجود في الزمالك. العرض بقى مطلب الزمالك كريم، قاموا اخواتنا بتوع المصري مبلغين الزمالك طلباتهم. ايه طلباتهم يا جماعه؟ طلباتهم انه ياخدوا 15 مليون جنيه زائد محمد عبد السلام بيع نهائي المساك اللي بيلعب مع المنتخب الاولمبي كويس، وياخدوا 2 اعاره من الشباب. هم اختاروا احمد عيد وانا موافق، ظهر وبعدين لاعب كان لاعب ويقضي الوقت يعني. طب ايه بقى الاسم التاني كان غريب شويه؟ ياسين مرعي. ياسين مرعي ما ممكن على مستوى اللعيبة يعني الشباب بيتقال عليه كلام جاي جدا بالمناسبة، يعني مش عشان ابن سيد مرعي وكيل لعيبة وصاحب نادي في الدرجة الثالثة لا خالص، لكن اختيار ياسين مرعي يقول لي انه اللاعب ده طالما ان فيه نادي شعبي يرى فيه انه ممكن يبقى مفيد ليه، فده معناه ان لازم ادارة الزمالك تاخد بالها كويس قوي من لعبتها الشباب، لان السنه دي ممكن تلاقي في فرط منك مجموعه من اللعيبه عشان السن وعشان وعشان ومفيش عقود وحاجات زي كده، فخلي بالك او يقدر زيك تاخد بالها من الحكايه دي. لكن ده طلب النادي المصري انه ياخد 15 مليون محمد عبد السلام واثنين لعيبه شباب اعاره. انا بقول لكم انه بالنسبه لحب سلام مفيش مشكله، بالنسبه للاعاره مش هيبقى فيه مشكله، ال 15 مليون اللي فيهم مشكله. لو مصر اصر فيبقوا في الغالب بنسبه 1 مليار% على مدار الموسم هياخدهم 3 × 4 × 2 لغايه ما يكمل ال 15، لكن الزمالك يدفع 15 مليون جنيه كاش هذا لن يحدث. اما نشوف الامور رايحه فين، لكن المصري واضح انه محتاج الثلاث لعيبه ده كويس وعاوز يكسب فلوس برضه تفيده، فممكن ياخدها بالقسط، وما اعتقدش ان مصر هيمانع في الموضوع ده، خصوصا ان اللاعب مش ممانع والزمالك ما عندوش مانع فانه يكمل الصفقه. ونشوف بقى الكابتن حسين السيد
وكابتن فاروق جعفر هيقدروا يعملوا توليفة ازاي من اللعيبة الجدد في نادي الزمالك. الملف الآن في أيدي هذين الاثنين، الكابتن حسين السيد والكابتن فاروق جعفر، أو لو بالتاريخ يعني والعمر في إيد الكابتن فاروق جعفر والكابتن حسين السيد. إما نشوف الأمور رايحة فين في نادي الزمالك. في النهاية لا تنسوا شكر القناة وتفعيل جرس التنبيهات وزيك بالأدنى شكل فضلا منكم وليس أمرا